مرحبا بكم بروك عواشركم، نتمنى تكونوا دوزتوا رمضان مبارك سعيد، عواشر مباركه. اليوم جينا باش نهضروا عليكم على الاكتضاد اللي تيكون عندنا في هاد اليومين واللي تنعانيو حنا الحلاقه. تيكون عندنا واحد الاكتضاد كبير، اكثريه كاينين لي كليون اللي تيجيو ديريكت للصالون فهمتيني، واش يجي انك تجبدالو. كاين الكليان اللي تخدم معاه في التليفون فهمتي، الكليان اللي تخدم معاه في التليفون تتعاني معاهم بزاف، لان هاد الكليان هادو فهمتي تيدير معاك رونديفو وتيجيك واحد للصالون ميمكنش لك انك تردو. هادو هما المعاناه اللي تيكونوا عندنا في هاد الطرواجور ديال العيد. قول سيري سيري سول كيفاش كنخدموا في الوقت كنظن انها مزيانه ليكم، يعني كيفاش كاين التفاعل الحركه كتحرك. هي بالنسبه للتفاعل والحركه تتحرك شي الخدمه تكون كثيره، وهذا تيكون في الصالح ديالنا غير هو فهمتي. الكليان خصو يفهم هذه الوضعيه هذه اللي تنكونوا حنا فيها في هذه الايام ديال العيد، انه خصو يهضر الحلاق ويصبر عليه شويه. وكنشوفوا المغاربه بالضبط حتى كيبقى نهار اليومين هذه هذه ولفنا عادة قديمة، لأنه الأكثرية تيبغي يصبح نهار العيد، تيبغي يصبح نهار العيد محسن. الأكثرية تيمشي ليلة العيد تيمشي يحسن ويمشي يمشي للحمام. المغاربة كاملين عندهم طبيعة واحدة، يعني حتى نهار العيد عاد تيتجمعوا كامل، تيتجمع كاع المغاربة كاملين تيمشيو تيحسنوا تيمشيو للحمام نهار العيد باش يصبحوا العيد مبشرين. هذه الوضعيه دابا ديال العيد، يعني كتعوض شويه الجائحه، لان كنعرفوا الحلاق بلاها شي جائحه ما كانش كيخدم ما كانش فلوس داك لا. وبالنسبه للجائحه هذه، بالنسبه للايام ديال العيد فهمتي، الحركه غتحرك صراحه، غتحرك الحركه شويه. غير هو بالنسبه للتعويض ما كاينش تعويض اللي غتعوض هذه الجائحه هذه، حيت الحلاق كانت الايامات العاديه قبل الجائحه راه كنا تنبقاو خدامين حتى 8 ديال الصباح. اما بالنسبه لدابا تتولي غادي خصك تسد ضروري، مع انك تسد مع 8 ورا المغرب خصك تسد، وان ضروري انك غتخدم ورا المغرب هي غتسد عليك باش تخدم. هذه حاجه طبيعيه حيت ما كاينش شي حاجه اللي غتعوضك، وانك تسد مع 8 مستحيل تعوض، لان شحال ديال الكليون تيكونوا خدامين ما غيحس ما عندهم الوقت حتى لورا 8 عاد يمكن لهم انهم يحسنوا، حيت ما يمكنش لهم انهم يجيو في الصباح. اكثريه ديال الناس يكونوا خدامين، دونك تتولي انك خصك تسد اجباري، ما يمكنش لهاد الناس تخدم معاهم، يعني تولي ضروري انك خصك تسد على وسط المحل وتولي مزموت وكذا باش تخدم لهاد لي كليون هادو. يعني الجائحه كما تنقولوا هرسات تكون بزاف، الاغلاق بزاف، لان بالنسبه لهاد الاغلاق هذا راه ما خصوش، بالنسبه للحلاق ما خصوش يكون، لان الايامات العاديه راه تخدم عادي، يعني ما تيكونش تيكون واحد التباعد تتكون شحال من حاجه، واكثريه الحلاق تيخدم بالتباعد. بالنسبه للجائحه ما كايناش شي حاجه اللي غتعوض، وتنتمنوا انهم ما يبقاوش يسدوا لينا ورا 8، لاننا بغينا نخدموا اكثريه في هذه الوقيته هذه. كون غير يعذرونا غير في هذه 3 ايام ديال العيد كون يخليونا ليه بر غنكونوا مزيان، لان الايامات العاديه راه كنا تنبقاو خدامين حتى 10 ديال الصباح 9 ديال الصباح حتى تسالي الخدمه ليله العيد. تنتمنى المغاربة يكونوا دوزوا رمضان مبارك سعيد ومبروك عواشركم، وتنتمنى المغاربة كاملين يدوزوا عيد مبارك سعيد. تنبارك لجميع الحلاقة، تحياتي لأي حلاق حرفي، وتحية كبيرة اللي عمري غنساها الأستاذ ديالي فؤاد الفضيلي اللي ليه الخير في هادشي كامل اللي وصلت ليه الحمد لله. في العيد خاصك تجيب عدد دير تخلي بلاصتك قبل تعلمو شنو وقتاش غتحسن، وهادي وغادي تشد لك الوقت، ولا ما كنتيش كليان بعدا مع فؤاد راه تقدر ما تحسنش. هادشي اللي نقول لك. علاش كنشوفو بالضبط كتبقى يومين العيد سحام على الحماقه؟ ولان العيد راه واحد النهار كبير عند الله، وعند المسلمين كاملين تيبغيو يكونوا لابسين نقيين محسنين، هما هادوك هذا هو علاش. يعني في السوق يمشيو يتقداو شي حاجه زوينه غيجي يحسن، غيبان بواحد الحله جديده وزوينه، هذا علاش. نقول لكم عواشر مبروكه، والله يدخلها بالصحه والسلامه ويرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.